السلام عليكم. عليكم السلام. نتشرف بالاسم؟ فاطمة. عشت الأسامي من وين؟ من مصر. يحييك. سؤالك يقول ماذا يسمى صوت السلاح؟ يلا سؤال، ماذا يسمى صوت السلاح؟ السلاح سهل كثير. غلط. في حد يعرف الإجابة؟ سمعوها الإجابة، ساعدوها. امبارح كان في غش أكثر من هيك، اليوم ساكتين الجمهور، صح يا نور؟ هي نبي حماس، يعني مو بكل مرة تشيتيون. يلا مشاهدين قولوا، سمعوها. لا أيغد. غلط. ساعدها. أنا ما بساعدها، أنت ساعدها. صوت شو؟ صوت السلاح. صوت السلاح سهل كتير، حرف القاف بيبدأ. يلا يلا نور. ما حد يداوم هنا بالشرطة ولا الجيش يعرف صوت السلاح. يلا قلت لك أول حرفين. ها أنا سمعت الجواب. يلا سمعت الجواب أنا. سمعوها على صوتكم، ما تسمع تقول. طبعا صوت السلاح يسمى قعقعة، صحيح؟ طبعا ما بتطلعي معنا خسرانة. أهلا وسهلا فيكي وشكرا لمشاركتك، ومننتقل لمتسابق جديد كمان. منقول أول شيء بدي أسمع صوت زقفة عالي كتير 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 كتير، حماس أكتر. تمام، منقول بدي اختار من ورا، تفضل. لا الوراك الوراك، تفضل. يلا اسرع. شو نور، شو فطران اليوم؟ شايفك هيك نعسانة. انت اللي نعسان من امس، وانت نعسان تعبان، شو موضوعك؟ انا بالعكس. لا اليوم طالعة بتجنن نور، ما شاء الله العباية حلوة والمكياج حلو ولابسة ذهب والماس. مشكور. اهلا وسهلا فيك، تفضل. شو من وين؟ العباء من دار المها. وجه لهم احلى طالعة حلوة نور، طالعة حلوة. طيب يلا سمعوني زقفة لنور. مساء الخير ويسعد مساك. مساء النور. على الكاميرا. رمضان كريم. رمضان كريم. ينعاد عليك. الله يخليكم يا رب. كل عام. كيف شفت الراك مول والجو الرمضاني؟ حركة كثير حلوة وجميلة، ومشكركم كثير. أول مرة بتجي على الراك مول؟ لا مو أول مرة، بس أول مرة بحضر هيك يعني احتفال أو حركة حلوة كثير. لحالك جاي ولا مع العائلة؟ والله معي زوجتي. أهلا وسهلا فيكم. مراد سؤالك بيقول، مختار لك سؤال سهل. من النبي الذي اتخذ الجن والشياطين عبيدا له؟ معروف. النبي سليمان اكيد. جوابه صح، جوابه صح. كمان سمعونا زقفة. أيوه. مبروك عليك مراد، هديتك مقدمة من خالص للعطور. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. بتشكر كثير قناة راس خيمة كثير وحضرتك. اهلا وسهلا فيك، شكرا. يلا يلا متسابق جديد. اغيد عندي؟ لا انا اخترت يعني. ايه بس مالتي لي من وين العبايه؟ من وين؟ انت بتعرف؟ شو بتروح تفصل؟ عجبتني العبايه من دار